السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن أحوالكم يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم السفة، وماشي أي سفة، السفة المدفونة. ديريها في الغداء كيف ما ديريها في العشاء، كيف ما ديريها من يجيو عندك الضياف، يعني بطريقة سهلة ومبسطة وبحال كتلعبي. ملي تجي تسالي توجدي واحد الطبق اللي هو ديزو الكلام، والبنة بلا ما نتكلم لكم عليها تجربوه وانتوما قولوا لي. وقبل ما ندوزو المقادير وطريقة التحضير، كنبغي نشكركم جزيل الشكر على دوك الكلمات اللي دائما كتفرحوني بها، ودائما ملي كنشوف دوك التعاليق والله الا كنتبهرش صراحة. اول حاجة غادي نوجه واحد التحية للحاجة ملكة من الرباط، الوليدات تاهما جواد وجاد، كنبغي نقول لهم تحيه لكم كبيره وتبارك الله عليكم، والله يحفظكم والله يعطيكم اعلى المناصب. هادشي اللي غادي نقول، راني كنموت ملي كنشوف شي تعاليق زوينه. يلا غادي نبداو. اول حاجه عندنا ثلاثه البصلات اللي قطعتهم كما شفتوا. هاد الطريقه اللي غادي نوريكم سهله، كنوضعهم في الطنجره على هاد الشكل هكا، كنديرو واحد نص كاس ديال الزيت. المهم الزيت اللي دائما تيبقى على حساب، لا كنتو دايرين كتير. انا بالنسبه ليا اليوم انا دايره الجهد ديالنا، غادي نتغداو بها ان شاء الله، ولكن ملي تكثروها كان عندكم ضياف كان عندكم دوبلتو المقادير غدوبلو كلشي. غادي ندوزو عندي انايا واحد صدر ديال الفروج، هو هذا، معلقه صغيره عامره ديال السكينجبير كما كتعرفوا الدجاج كيبغي السكينجبير، معلقه صغيره ممسوحه ديال البزار، عندنا واحد المعلقه صغيره حتى هي ممسوحه ديال السكينجبير ديال الخرقوم البلدي، مليحه على حسب الذوق ديك الساعه ونذوقوا ما نكثروش، واحد الضريس ديال الثومه يمكن لكم ما ديروش الا ما بغيتوش ديروه، ولكن انا تيعجبني نديرو. صافي، وعدي شويه القرفه راه غتجي زوينه، ديروا تقريبا واحد نص معلقه ديال القرفه، معلقه ديال السمن. صافي، وكنجيب شويه الماء تقريبا واحد نص كاس، وغادي نخلط به. ما بانش لكم مزيان، سمحوا لي والله الا ملي كنبداو نهضروا في نفس الفيديو يعني مباشره كتلهي، كتبقاي بالهضره وكتلهي على التصوير صراحه، سمحوا لي كنعتذر منكم بزاف لانكم خواتاتي حباباتي. اش غنقول لكم، والله الا نتوما داخل القلب ديالي واخا ما كنشوفكمش، والله الا كنحس بيكم هم دوك التعاليق. بيزو هانتوما. صافي هانتوما، ما نكثرش هانتوما، ما نديرش هادشي كامل، ها شي شويه. صافي، وغادي نخلط. يمكن لكم ديروا غنمتي ديال الزعفران او لا الزعفران الحر. انا اليوم كما قلت لكم انا في الدار وانا وليداتي ما محتاجاش ندير، ملي تيكونوا الناس ضروري كل حاجه خصك ضروري تجيبيها، الزعفران الحر يكون حاضر، اي حاجه خصها تكون حاضره. انا غنوريكم الطريقه البسيطه والسهله واللي دغيا كتوجد بحال كتلعبوا، وهي راه سهله. صافي، كنرقدوا بحال هكا، كندوزوا لديك البصيله، غادي نحطوه فوق البصله. كما كتعرفوا عليا مع الكوكوطات ديالي كيكونوا مزيانين صراحه، غادي نقول لكم بزاف د الحوايج على الكوكوط، حيت دائما تتسولوني على الكوكوطات. الكوكوطات اللي بغى يشري شي كوكوط يشري نوعيه مزيانه تكون ثقيله ثقيله مزيانه، ومن يجيبها يحاول ينظفها، دائما ينظفها كي تسالي منها تغسلوها، حيت الا مشيتو تخليتوها فيها الوسخ بزاف وجيتو تتحكوها بالزيكس بحال كتقشروها وكتخليوها كتولي تلصق. انا بالنسبه للكوكوط ديالي راه ما كتلصقش نهائيا. صافي، غادي نسد على الكوكوط ديالي، غادي تصفر الكوكوط على نار مهيله في الاول، نار شويه متوسطه، ولكن ملي نسد عليها وتبدا تصفر غادي نقص النار، وغادي نخليها تقريبا من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه وانا معكم. صافي، انا شعلت عليها، غنشعل حتى على البرمه. البرمه ها هي، حتى كما كتعرفوا كتعطل شي شويه الكواليس هما هادو، ملي تنكونوا كنديروا تعليق اولا تنديروا مونتاج
كنطفيو الكاميرا وكنبداو نحيدو هادشي ونمسحو باش نصورو لكم داكشي احسن ما يكون. ضروري نصورو لكم شي حاجه اللي هي زوينه ونقيه، واخا كيدي لينا هادشي الوقت، راه التصوير راه شويه صعيب، بالخصوص الانسان اللي كان بوحدو اللي كان ما كاينش اللي يصور ليه. المهم بالنسبه للزبيب، خديت 10 دراهم الاحمر، غسلته وعاودته غسلته وعاودته درته في الماء. غادي نوريكم السفه، السفه خديت نص كيلو ديال السفه. الطريقه راه كنت نزلتها لكم في واحد الفيديو سابق، راه عجبكم بزاف وجربوها الناس بزاف وعجباتهم، واليوم غادي نديرها لكم بالمدفونه. كنديروا الزيت، عادي روز الزيت ما تخافوش، انا درت نص كيلو تقريبا، نص كاس باقي لي شويه وكمل نص كاس. المهم نص كاس كتبداو تبسبسوا بحال هكا بشويه باش ما تهرسوش، باش تبقى ديك الطوله ديالها. حاولوا بسبسوا بحال هكا بلا ما نطول عليكم، غادي نبسبسها ونرجع لكم. صافي راني قديتها، دابا غادي نخليها قبل يطيب الماء اللي في الورمه باش ندوزو ليها باش نديروها في الكسكاس. غادي نوريكم واش غادي ندير لهاد الزبيب، غادي نمسح شويه هنا بلا ما نوريكم باش ما نطولش عليكم، نحيد القصريه نمسح شويه حيت الدنيا فازقه. غادي ندير فيه واحد الطويبه ديال السكر اولا واحد المعلقه، والمهم دائما الحلاوه كتبقى على حساب الرغبه ديالكم، كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف وكاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف. وغادي ندير هاد السكر اللي منكه بمذاق البرتقال، زهرة البرتقال، تيجي زوين بزاف. كما كتعرفوا الزبيب غلية وحدة تيطيب قريفة صافي، ومني غيطيب ويبغي يتعسل غادي نضيف ليه واحد شوية ديال الزبدة اولا شوية ديال الزيت، علاش؟ باش يعطيه داك اللمعان تيولي تيبري. صافي غادي نديه فوق البوطة باش غيطيب ليه، ومن بعد رجع ديالي صافي البرمه غلات مزيان. اذا غادي نمشيو باش غادي نديرو السفه، وهاد الوقيته فاش غادي ندير انا السفه غادي ندير الماء يطيب بلا ما نحتاج للماء ديال البرمه، غادي ندير غير الماء يطيب، نخلي البرمه راسيه بلاصتها بلا ما نعذبها. صافي غادي نديرو في كسكاس اسخن، نديرو في كسكاس ونرجع لكم باش ما يطواش الفيديو. صافي قديتها غادي نديها للبرمه، ها نتوما راه بدا تيخرج البخار. كندير واحد الزويف وكنغطي، علاش كندير هذه العمليه؟ يمكن لكم ما ديروهاش، انا كنديرها باش كنسرع في الطياب. وعلاش كندير هذا الزويف؟ حيت داك الباخ اللي كيطلع الا ما درتش الزويف ودرت غير الغطا بوحدو غادي يبدا يتكون الماء وغيرجع لديك الصفه وغتفزق ليا وغادي تولي بيضاء وتعجن. اذا كندير هاد الزويف باش كيشرب ليا ديك الميه. بالنسبه نص كيلو ديال الصفه غادي يجلس تقريبا واحد 15 دقيقه، الا كانت اكثر من هكا المهم حدها هي كثيره وحنا كنعطيوها الوقت اكثر، حيت هذه قليله دغيا 15 دقيقه كتبدا تطلع البخار، كنحسبوا لها 15 دقيقه وكنحبسوا. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما تعرفوش، صافي بالنسبه للكوكوط ديالنا ها هي بدات كتصفر، غادي نقص النار، هذه راه باقي ما غلاتش. صافي الماء راه تيطيب وغادي نتسناو ياو. صافي دازت 15 دقيقه عريت عليها، ودابا غادي ناخذ الصفه ديالي قد مع بعضياتها، غادي ناخذ المغليان غادي نخوي عليها بحال هكا. ملي كنخوي عليها بحال هذا الشكل، بالنسبه للبنات جداد صافي كنعاود نرجع القصريه، غادي نحسب ليها من دقيقه حتى لجوج حتى لثلاثه، كاع الماكسيموم ثلاثه. صافي غادي نحيدها ما نخليهاش بزاف. صافي دابا غادي نجيب هاد البانيو باش غنصفيها، دايما ما تنبينش مزيان. ها صافي
سمحوا لي والله الا سمحوا لي، مع الواحد ملي تيكون تيهضر مباشره في الفيديو كينسى التصوير، والله الا كينساه. بحال هكا كنزلوها كتجي ساهله، ما كنبقاوش بشويه بشويه الشغل دغيا دغيا صافي، وكنخليوها تسقطر مزيان حتى كتنشف من داك الماء، وغادي نقول لكم واش غادي نديروا بها. صافي كنسوسوهم، هذه برمه هي اللي غادي نرجع. قبيله قلت لكم غادي نجيب البانيو، ما نحتاجوش البانيو، نجيب دوك كثرة الماء، من الاحسن رجعت الماء للبرمه احسن ليا، وغادي نردها دابا وباقي ما نشعلش عليها، ما غاديش نشعل عليها حتى نبغيو نتغداو. شوفوا كي تاتجي، والو ما معجنه ما حتى شي حاجه، وسهله راه ما كتحتاجش الوقت اللي هو طويل، راه على الاكثر الاكثر عندها تقريبا واحد 30 دقيقه دغيا دغيا. يو الدجاج لا درتوه بديك الطريقه راه دغيا دغيا، وبحال تبغيتو ديروا دجاجه كامله ديروا دجاج مقطع اللي بغيتو، هذه طريقه بالنسبه الا بغيتو بالزربه. صافي غادي نخليها هنايا بين ما قربت نوجد الغداء، وغادي نوريكم اش غادي ندير. ما فكرتوني في الملحه نسيتها، خصني نديرها قبل ما تنشف، وفي هذه الوقيته ملي كنديروا الملحه الا بغيتو ديروا السكر غديروه دابا، انا ما غاديش ندير فيها السكر، غديروا فيها زهره البرتقال في هذه الوقيته، والزبده غادي نجيب انا الزبده صافي، وغادي نخليها بحال نرقدها على قلت الله اكبر. صافي كنديروا الزبيده بحال هكا كما قلت لكم في الاول، اللي بغات دير السكر ديروا في هذه الوقيته، دير سنيده دير على حسب الذوق، انا ما غاديش ندير فيها الحلاوه حيت حنا بيناتنا غادي نتغداو بها دابا راه الظهر. ها انتما الدغميره ديالنا صافي راه وجدات، غادي نطفي على النار حتى هي، الا بغيتو تزيدو فيها شويه العسل بغيتو ديرو فيها شويه السكر يمكن ليكم. شوفوا كي تجي تجي شعره وحده. صافي دابا غادي نديرها بكسكاس، وغادي نديرها تبخر. الدغميره ديالي راه وقفات غادي نوريها لكم، ومن بعد نديرها في الكسكاس باش غادي نديرها تفور، غتفور تقريبا واحد 15 دقيقه وغادي نحيدها. ها انتما الدغميره وقفات تبارك الله ما شاء الله جات فنه غزاله. صافي من بعد رجع غنحتاجوش نبردوها، غادي نوريها لكم في الكسكاس. ها انتما راه ما كتعجنش نهائيا، واخا تلقاو شي بحال هكا مكلكعه غادي ديروا لها هكا تحل يعني حبه على قشعه. ها انتما غنخليها باقا سخونه وغادي نديرها في البصيل ديال التقديم. ها انتما نهائيا عم دابا سخونه. ها صافي غادي ندوزو ان شاء الله للتقديم. غادي نقدمها في هذا الطبق، غادي ندير نص الكثير هو اللي لتحت دابا في هذه الوقيته ديك سميتها راه كتسخن، غنوريها لكم باش يكون كلشي سخون. كنسخنوا فيها غادي نقادو من بعد نرجع لكم. صافي كتضغطوا عليه بحال هكا باش كيشد بلايصتو. صافي كنجيب الغميره والدجاج، ما نقولش لكم على سعليكه كيف دايره، شي حاجه اللي جديده بزاف. صافي غادي نقادها مزيان حتى هي ونضغط عليها شي شويه، ومن بعد نرجعوا باش الفيديو ما يطوالش. غنجيبو التفاح اللي بقات لينا غادي نوسعوها. شوفوا كي جات تبارك الله ما شاء الله،
غادي نقادها ومن بعد نرجعو. اول حاجه غادي نبداو بالزبيب هو الاول، غنديرو في الوسط على هذا الشكل، نحاول نقادو ونجيبو على شكل طولي بحال شريط. الا ما قدرتوش ديروا جوج ورقات بالنسبه للبنات المبتدئات، جوج ورقات وقادوهم باش يجي سطر مقاد. هادي تزين وصافي، ماشي الا بغيتو ديروه عادي 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 راه زوين، غير حنا كنبغيو فهمتي التقديم يكون احسن وصافي. وهادشي اللي كاين انا كنديرو كاوكاو، كيجي فن صراحه وكيعجبني انا كاوكاو. اليوم انا درت اللوز ايفيري محمر، غندير فهاد الجنب وندير فهاد الجنب الاخر. غادي ندير سكر كلاصي فهاد الجهه، غادي نكادو من بعد نرجع. غادي ندير واحد الخطيه ديال القرفه، ديالكم كيجاكم زين. تقدروا ديروا المشماش الاحمر، تقدروا ديروا اللي بغيتوا، المهم لكم كل اختيار. صافي غادي نحيد هذا النيمولي. ها انتم السفه كي جات شي حاجه اللي زوينه زوينه بزاف، والزبيب جا رائع رائع زوين بزاف. الصحه والراحه، ما سخيتش بهم يطيحوا. مهم هذه هي السفه ديالنا اللي جات ماشي رائعه اكثر من رائعه. يلا شكرا للمشاهده واستودعكم، وما تنساونيش من تشجيعاتكم لي لايك والبارطاج، وشكرا الله يجازيكم بخير. واللي بغى يدير التطبيقات ديالو يخليه ليا في انستغرام، واللي بغى يكتب شي اوديو اللي بغى يقول لي شي اوديو بالصوت ديالو مرحبا والف مرحبا، انا غنجاوبكم بالصوت ديالي. يا الله شكرا لكم وبسلامه.